هذا لأنهم يستحقون ذلك. إن الشباب في هذه القارة، ولكن دعيني أتحدث عن هذا. ولكن قبل هذا دعيني أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه البلد الجميلة بشعبها الطيب، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في هذا المنتدى، وكل ما قاموا بفعله من أجل أن يكون هذا ممكنا. وكذلك دعيني أحيي صديقي وأخي توني إميليلو من أجل شغفه وجهده الكبير الذي يبذله ويستثمره في شباب رواد الأعمال وتعزيزهم من أجل رفعهم لمستويات أعلى. وبالتالي أعترف حقا بمجهوداته. والشباب هنا، واحد من مصر وواحد من رواندا، نقدر لكم وجودكم هنا اليوم، وبالأخص أنت كمديرة للجلسة، نشكرك على هذا. في هذا الصدد أريد أن أتحدث عن قارتنا. إن نظرنا إلى قارتنا، إن الثروات الحقيقية التي نمتلكها، دعينا نتحدث عن المصادر الحقيقية، دعينا نتحدث عن رأس المال البشري والموارد البشرية. وهذه القوى البشرية ربما لها أكبر نسبة، ليس فقط بالأرقام ولكن كذلك بالإمكانات، وهي ما نتحدث عنها الآن، هو الشباب. نحن حقا لا نقوم بعد الأفراد، ولكننا ننظر للقيمة بداخل كل منهم وإمكانات كل منهم، بإعطائه الفرصة التي يستحقها وبيئة حقيقية نخلقها له لإطلاق عنانهم ومواهبهم وشغفهم. وبهذه البرامج نفهم جميعنا من حيث أتيت من رواندا. نحن أردنا أن نركز بشكل أكبر على شباب رواد الأعمال وأن نستثمر فيهم، لأنهم بشكل مباشر أو بالبيئة المحيطة بهم عن طريق مساعدتهم فيما يريدون فعله لرفع مستواهم إلى أعلى مستوى ممكن. هناك العديد من الأفعال التي يمكننا أن نقوم بها في هذا الصدد من أجل أرباح هذه الدولة، ليس فقط رواندا ولكن كل الدول الإفريقية، وجميعنا يحاول أن يقوم بهذا أيضا. بعضهم قام به الرئيس السيسي وما يفعله في مصر والشباب المصريين، وبالتالي هذه هي القاعدة التي نقوم عليها في رواندا بأقصى ما لدينا من جهد من أجل توفير كل ما يتطلبونه. شكرا السيد كاغامي على مشاركته.